حياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا بكم في لايف السبور البداية بالجامعة التونسية لكرة القدم اللي أعلنت عن مواعيد مقابلتها دورة نصف النهائي ونهائي كاس تونس لكرة القدم حسب البرنامج التالي. الدمي فينال باش يتلعب نهار الجمعة 2 سبتمبر الساعة 6 متاع العشية في ملعب رادس، مباراة مستقبل المرسى مع اتحاد بن قردان. نهار الأحد 4 سبتمبر كيف كيف الساعة 6 متاع العشية في الملعب الأولمبي حماد العقربي برادس، النادي الإفريقي يستضيف النادي الصفاقسي، في حين مقابلة الدورة النهائي باش تدور نهار السبت 10 سبتمبر في الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس. في الشبيبة الرياضية القيروانية اليوم الموعد مع اجتماع حاسم بإشراف ولي القيروان محمد بورقيبة وبحضور العائلة الموسعة للجياسكا بدايم الستة متاع العشية بمقر الولاية، واللي باش يكون مخصص للإعلان عن تركيبة الهيئة السيرية. من جهة أخرى اليوم الخمسة متاع العشية باش تكون عودة تمارين فريق أكابر كرة القدم بإشراف الثنائي من أبناء النادي وهما حافظ لهويربي وخالد الجيزاني، في تمارين باش تدور بمشاركة الملعبية اللي مازالت عقودهم متواصلة مع جياسكا، بالإضافة لدعوة مجموعة من الملاعبية الشبان من فريق النخبة وفريق الأوسط. منتخبنا التونسي لكرة القدم الصغر يواصل مشاركته في كأس العرب لأقل من 17 سنة في مدينة وهران الجزائرية، وبعد التعادل أمام المنتخب الليبي 0-0 في الجولة الأولى، منتخبنا باش يواجه نظيره اليمني نهار الجمعة 5 متاع العشية في مقابلة الجولة الثانية. في أخبار أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الملعب التونسي انطلق اليوم في طرابلس التحضيري في حمام بورقيبة، واللي باش يتواصل إلى يوم 4 سبتمبر القادم بإشراف مدرب اسكندر القصري بمشاركة 27 ملاعبي من بينهم المنتدبين الجدد على غرار عاطف التخيلي، أيوب التليلي، بلال الماجري وهيثم جويني. الاتحاد الرياضي المنستيري وصل تحذيراته وإطاره الفني برمج مباراة ودية باش تجمعوا بالنادي الصفاقسي نهار السبت 5 متاع العشية باش يحتضنها ملعب الطيب المهيري بالصفاقس دون حضور الجمهور. الهيئة المديرة لنجم المتلوي باش تعقد اجتماع اليوم بدايم 8 متاع الليل بمقر النادي بحضور الأحباء، واللي باش يكون مخصص الحديث عن صعوبات المالية الحالية وقلة الانتدابات اللي تسبت في انسحاب المدرب شاكر مفتاح. في النادي الرياضي الصفاقسي هيكل سوسيوس أعلن رسميا عن تحويل مبلغ قيمته 25,000 دينار في الحساب الخاص بالنزاعات اللي تشرف عليه جماعة كرة القدم، ونذكر أنه سوسيوس كان وعد بتقديم مبلغ 25,000 دينار شهريا لمدة 20 شهر لمساعدة CSS على خلاص ديونه. الترجي الذي تونسي باش ينطلق في طرابلس التحضيري في جربة، واللي باش يتواصل إلى يوم 2 سبتمبر، وباش تتخلوا زوز مقابلات ودية في الطرابلس هذايا ضد اتحاد بن قردان يوم 26 أوت وضد اتحاد طاوين يوم 1 سبتمبر القادم. افريقيا نادي اتحاد طرابلس الليبي اعلن عن قائمة الفريق اللي باش تخوض مسابقة دوري ابطال افريقيا في النسخة القادمة، في قائمة شهدت تواجد الثنائي التونسي صدام بن عزيزة وعماد الوتي. نغيروا الاختصاص ونحكيوا على كرة اليد، منتخبنا التونسي للأواسط وصل مشاركته في بطولة افريقيا الأواسط اللي تدور فعالياتها حاليا في رواندا بعد الانتصار على انغولا بنتيجة 25-23 في الجولة الاولى. اليوم منتخبنا باش يواجه نظيره منتخب رواندا بدايه من 6 متاع العشية بتوقيت تونس في مقابلة الجولة الثانية. في كرة السلة منتخبنا التونسي الأكابر يواصل تحذيراته استعدادا للمشاركة في النافذة الرابعة من التصفيات المؤهلة المونديال 2020.